السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من عنوان الحلقة. في عنواننا لهذا اليوم: استمرار المظاهرات والاعتصامات في محافظات وسط وجنوب العراق وسط تعتيم إعلامي وعنف حكومي ضد المتظاهرين. أهلا بكم. تستمر المظاهرات والاعتصامات الشعبية في العراق الرافضة للأحزاب الحاكمة وفسادها، والمطالبة بحل البرلمان ومجالس المحافظات وإلغاء الدستور والعملية السياسية في العراق. ونعرض لحضراتكم بعضا من المقاطع التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من خروج مظاهرة ليلية في منطقة قرمة علي بمحافظة البصرة ضد فساد الأحزاب الحاكمة وكذلك انعدام الخدمات في المحافظة، فلنشاهد. ونتابع أيضا استمرار المظاهرات في محافظة البصرة وخروج الآلاف من المتظاهرين في شوارع المدينة وقرب مجلس محافظة البصرة رغم القمع الحكومي. كما استمعتم مشاهدينا الكرام، هناك عتب أثناء هذه الأهازيج وهذه الهتافات، عتب على المتظاهرين الذين لم يخرجوا، أو على المواطنين الذين لم يخرجوا في هذه المظاهرات طبعا لنصرة إخوانهم العراقيين ونصرة من تظاهروا الآن، باعتبار أن المتظاهرين يحتاجون إلى أعداد أكبر ربما قد تحدث تغييرا وتحدث تأثيرا كبيرا. هتف المتظاهرون المجتمعون أمام مبنى مجلس محافظة البصرة ضد الطائفية وكذلك ضد الأحزاب الحاكمة، فنشاهد. لماذا تتوقعون مشاهدينا الكرام أن ربط الأحزاب بالطائفية في العراق هو شعار المتظاهرين، هو هتافات المتظاهرين؟ نترك لكم الإجابة لهذا الموضوع عندما تربط الطائفية مع الأحزاب في العراق. عموما نتابع جانب آخر من هتافات المتظاهرين من أمام مبنى مجلس محافظة البصرة، حيث هتفوا أو حيث هتف المتظاهرون: أحزاب برة برة والبصرة تبقى حرة. البصرة تبقى حرة، أحزاب برة برة، البصرة تبقى حرة.
يقول المتظاهرون الأحزاب داعشية. طبعا هذا تعبير قوي وخطير جدا عندما يخرج المجتمع ليقول بأن هذه الأحزاب داعشية تضاهي تنظيم الدولة بطغيانها وبإجرامها كما يرى المجتمع. نبقى في محافظة البصرة ونتابع مع حضراتكم مظاهرات شمال محافظة البصرة في ناحية الهوير للمطالبة بالحقوق المسلوبة، وكذلك هدفا ضد الأحزاب وفسادها. جابت هتي تحقوق للمظلوم ونتابع أيضا من البصرة مظاهرات كبيرة تجوب شوارع المحافظة ضد الأحزاب الحاكمة وفسادها، وتنديدا بالوعود الكاذبة التي أطلقتها الحكومة في تنفيذ الخدمات التي لم ينفذ شيء منها حتى الآن كما يقول المتظاهرون. ونتابع عملية هدم لخيم الاعتصام من قبل الجيش الحكومي وعملية تفريق المتظاهرين أمام بوابة صفوان الحدودية في محافظة البصرة. بوابة الجيش فلش الخيمة وشال العلم العراقي من خيمة المعتصمين في صفوان أمام المنفذ الحدودي. بوابة الجيش اللي يحمي الناس، بوابة جيشنا مع الأسف بدل ما يوقف ويا ناسه، بدل ما يوقف ويا الشعب ويا الفاسدين. كما استمعتم مشاهدينا الكرام، هناك غضب شعبي كبير من قبل العراقيين للقوات الحكومية، خاصة بعد الدعوات التي وجهت لهذه القوات أو لجزء منها أو للشرفاء إن كان بهم من هؤلاء الشرفاء أن يقفوا مع القوات أو مع المواطنين ومع المتظاهرين ويساندوهم في هذه المظاهرات والاعتصامات. لكن ما يحدث هو العكس في العراق. القوات الحكومية من المفترض أنها تحمي المدنيين، هي التي تعتدي عليهم، ووثقنا كثيرا من الحالات عندما اعتدت القوات الحكومية بالضرب بالعصي وإطلاق الرصاص على المتظاهرين وأودت قتلى وأصابت الكثير منهم. للأسف هكذا هو الحال في العراق، وهذا ما يحدث. يستعين المواطنون والمتظاهرون بحماتهم الحقيقيين أو المفترض أن يكونون الحماة، لكن العكس هو الذي يحدث: اعتداء وقتل وسحل واختطاف واعتقال وتعذيب. وعرضنا هذه النماذج. نتابع مع حضراتكم الآن عملية اعتصام أمام المجنزرات وأمام الأسلحة الثقيلة وأمام الدبابات والمدرعات. مواطنون عزل يجلسون على الأرض ولا يخشون القوات الحكومية بأسلحتها. اقعد.
يا ولد اللي عندنا خليك تحت الكباسيه بعد قمه رايحه ونتابع عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين. نتابع مع حضراتكم جانبا من المظاهرات الشعبية أمام مبنى مجلس محافظة البصرة. طبعا قبل أن نكمل مشاهدينا الكرام ننوه أن خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين تتيح لحضراتكم أن ترسلوا لنا ما تملكون من مقاطع مصورة توثق عمليات اعتداء أو جرائم أو انتهاكات تحدث في العراق أو رصد لأي مشكلة قد تحدث في هذا البلد قد تفضح مسؤول أو تفضح فاسد أو تفضح جهة أمنية. هذه الخدمة تتاح بأرقام معينة ترسل لحضراتكم تظهر على الشاشة وبإمكانكم أن ترسلوا لنا ما تملكون من تسجيلات وتوثيقات عبر خدمة أنت ترى. أيضا جانب من المظاهرات الشعبية أمام مبنى مجلس محافظة البصرة ليلا. ونتابع الآن مع حضراتكم جانبا من المظاهرات الشعبية والاعتصامات في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى. نستمع الآن مشاهدينا الكرام إلى حديث أحد المعتصمين في المظاهرات الجارية الآن في العراق، حديثه عن الاعتصامات وكذلك استمرارها. ساحات الاعتصام إن شاء الله لا نفارق هذه الساحات حتى تتحقق مطالب الجميع، وأول مطالبنا القضاء على الفساد واسترجاع الأموال. سيدنا شنو الدافع اللي خلاك هنا تباط وصارت أربعة؟ أكيد الدافع أنه اللي يخليني هنا أباط المطالبة بحق الناس. نطالب حقوقنا وحقوق الناس هذه كلها، هاي الناس كلها مظلومة، وهذا اليوم يعني الليلة الثامنة. الليلة الثامنة وهذا ونتابع استمرار الاعتصامات في منتصف الليل داخل ساحة الاحتفالات في مدينة السماوة في محافظة المثنى. ها
وفي آخر مقاطع الفقرة الأولى في البرنامج، عبر خدمة أنت ترى أيضا جانب من المظاهرات المستمرة في ساحة اعتصام مدينة السماوة المطالبة بطرد الأحزاب الحاكمة ومحاسبتها، فلنشاهد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. رصدت كاميرات المراقبة في العاصمة بغداد حادثة قتل في منطقة الشعلة ببغداد، علق عليها المتابعون لصفحات الفيسبوك أنها نفذت على يد ميليشيا العصائب وأنها تصفية حسابات فيما بينهم، فلنشاهد. عاد كامل؟ لا عرفهم كامل هون هذا هو العراق مشاهدينا الكرام، للأسف الشديد هذا هو العراق الحالي، العراق الذي تقطنه هذه الميليشيات وتعتاش على دماء الأبرياء. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع. عمر يقول عادي، وين الغريب بالموضوع؟ هو هذا الحكم الجعفري اللي كنتم تهوسون، نريد حاكم جعفري. في تعليق آخر سيف يقول دولة الميليشيات، إن لم يكن الشعب أو للشعب كلمة ثقوا، الدور جاي على الجميع. وأيضا ضمن التعليقات رابي يقول أو تقول عاشت المرجعية وعاشت إيران وعاشت الأحزاب الإسلامية وعاشت الميليشيات، العراق في حكمكم، العراق إلى المجهول. ولدينا أيضا سالي تقول بأن العراق عبارة عن أو باب العراق عبارة عن ملعب بدون حكم، كل واحد يلعب بكيفه وكل من يريد يحط طوبة بالشباك مالته، لأن لا حكم يحكم ولا مدرب به حظ، هيك وضع العراق، لا دولة تحكم ولا قوانين بها حظ. أبو كاظم يقول العراق أصبح شليلة وضايع راسه مع كل أسف. وآخر التعليقات علاء العراقي يقول أيا كان القاتل والمقتول هو استهتار وتصفية، ولا قانون إلا على الضعفاء، أيا كان المنفذ لهذه العملية وأيا كان المقتول وإن كان مجرما في الدول المحترمة التي يتواجد بها القانون والذي يعم على الجميع والذي يطبق على الجميع، يطبق على هذا المجرم، يؤخذ إلى العدالة، يأخذ حقه من العقاب، وثم تنتهي القضية وينتهى الموضوع.
لكن في العراق شريعة غاب كما قال وائل عبد اللطيف القاضي، ويحكم بهذه الطريقة. نراكم بعد قليل. أهلا بكم. مظاهرات الشعب العراقي، هذا هو موضوع التويتر، وهذا هو موضوع هاشتاغ، وهذا هو الوسم العراقي الذي تفاعل معه المغردون. زيد يقول: عندما الإنجليز انتهكوا حرمة الوطن هب عليهم شعلان والقبائل والشرفاء لطرد الإنجليز من البلاد فطردوهم، فهل يا ترى من سيحذو حذو شعلان ويطرد الأحزاب التي شفطت أموال العراق؟ في تغريدة أخرى صلاح يقول: لكي تكون المظاهرات ناجحة وذات نتائج سريعة وتأثير كبير، يجب على المتظاهرين محاصرة مقر الحكومة المركزية في المنطقة الخضراء ومقر الحكومات المحلية في المحافظات حتى تلبية المطالب الشعبية. في تغريدة أخرى نور تقول باختصار، أو يقول باختصار: ما راح تنجح مظاهرات الشعب العراقي لأن المعممين يريدون بقاء السياسيين الحاليين بالسلطة. نور فتاة. أوكي. وآخر التغريدات هوري يقول أو تقول حوراء. أوكي. فعلا هي ثورة الفقراء والمظلومين، هي ثورة عفوية بدون إيعاز من شخصيات دينية أو سياسية أو رموز، خرج من يحب وطنه بعفوية دون إفتاء. هكذا تفاعل النشطاء على تويتر والمغردون، وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا. نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.